مساء الخير. البعض اعتاد الاصطياد في الماء العكر، لذلك ليس غريبا سرقة 30 مليار دينار من جديد من الأموال المخصصة لإنقاذ البصرة من أزمتها، لكن الشارع لا سيما أوساط الشباب مهتمون بقضية نوه عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على صفحته في فيسبوك، ألا وهي الخدمة الإلزامية. أما محافظ النجف فهو مهتم كثيرا بتحويل بحر النجف إلى مقبرة عالمية كبيرة. هذا يجري والحكومة تأبى تمليك أراض اشتراها منها موظفو دائرة الأراضي الزراعية بأموالهم الخاصة، وقد حددت وزارة النقل ضوابط لعمل تاكسي المطار في بغداد، فهل ستكون هذه الضوابط كافية لفك لغز الاستغلال من المطار إلى الديار؟ لا نتحدث عن مطار بغداد فقط، فالبصرة ركبت أيضا تاكسي المطار سيء الصيت. تداولت مواقع إخبارية وثيقة توضح أن وزير المالية فؤاد حسين ألغى صلاحيات مناطة بمفتش عام الوزارة، ولم يبين الكتاب أو الخبر المتداول طبيعة هذه الصلاحيات التي كانت ممنوحة لمفتش عام وزارة المالية. أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقالها عدة متهمين بتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والإرهاب في شارع فلسطين ومنطقة البتاوين ببغداد. أيضا في 21 من الشهر الجاري خاطب لؤي الياسري محافظ النجف وزارة المالية بكتاب يدعو فيه الوزارة لتمليك أرض بحر النجف للمحافظة وبطريقة أقرب للإلحاح لتكون بدون بدل مالي، يعني مجانا. ويمكن اللي يشوف هكذا خطاب يتصور أن المحافظ يطالب بتمليك الأرض لغرض توسعة الرقعة المعمورة لمدينة النجف بما يعزز حضورها ويخدم ساكنيها، لكن لا أبدا، الطلب جاء فقط لتوسعة مقبرة وادي السلام في وقت لم يرد أي تصريح من المحافظ وربما زيارة أو مواساة للعوائل الساكنة بوادي النجف أو بحر النجف والتي جرفت السيول بيوتها مؤخرا ولم تتم زيارتهم من أي وفد رسمي من المحافظة أو من مجلس المحافظة إلى الآن على الأقل للإطمئنان على حالهم. يا سيد دو يلحق لنا وحاول هنا جبسي مع السيارات هذه مندوب سامي. سيادة المحافظ، هذا حال الأحياء السكنية في بحر النجف، وحضرتك تريد تحول بحر النجف إلى مقبرة. أسأل، وين وعودكم يا محافظة بتحويل بحر النجف إلى مدينة النجف السياحية؟ أرض الفنادق والمتنزهات والملتقيات التاريخية والترفيهية والإبداعية، مو هذا كان مشروعكم اللي أعلنتوا عنه عام 2012 عندما كانت النجف تحتفل باعتبارها عاصمة الثقافة الإسلامية؟ أنتوا تحولون ثقافة النجف إلى ثقافة قبور. انظر خطابكم، تقول في حاجة المدينة والعالم الإسلامي لشنو؟ مو لثقافة النجف وعلم النجف وتاريخ النجف ومكانة النجف، بل للدفن فيها. سيادة المحافظ، النجف منارة علم وتاريخ يفخر بها العراق، وليست هي مقبرة فقط، فالنجف مدينة حياة لا مدينة موت. بنفس الوقت
اللي راج فيه خبر أنه مجلس الوزراء بصدد توزيع أراضي سكنية مجانية على المواطنين، وتحدث عن ضوابط هذه الفكرة. وردت البرنامج شكوى من موظفي دائرة الأراضي الزراعية ببغداد بأن الحكومة ما سلمتهم أراضي اشتروها بأموالهم الخاصة بمبالغ ضخمة ناهزت 10 مليون دينار عراقي لكل موظف منهم، وبشكل أصولي تماما من عام 2011. يعني القضية صار لها تقريبا 8 سنوات. فهسه يا مجلس الوزراء، قبل ما تعد بتوزيع أراضي سكنية مجانية، أعطي للناس الأراضي اللي اشتروها بفلوسهم، والبعض منهم وأنا على اطلاع الداين هاي الفلوس. احنا نتكلم بالتحديد عن مقاطعة بالدورة رقمها 22/1609 تم شرائها لإسكان موظفي دائرة الأراضي الزراعية بأموال جمعت من الموظفين من قبل الدائرة وبشكل أصولي جدا، وبموافقة دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية بموجب الكتاب الصادر عنها 3922 في 20/2/2011. وطبعا البيع تم بموافقة وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء. عملية لا نريد الخوض في ملابسات عدم تمليك الأرض حتى الآن سوى تضارب قرارات مجلس الوزراء نفسه، لكن هذه مو مشكلة الناس. الناس اشتروا الأرض، أنتوا بعتوا الأرض لهم، انتهى الموضوع. اللي يهمنا أنه فكرة منح المواطنين قطع أراضي هذا قرار صائب جدا، وهو من أبسط حقوق أي عراقي. بس غير أي قرار يتأسس على أرض واقعية صلبة، وإلا لن يتعدى مرحلة الوعود غير القابلة للتحقيق. والأرض التي يستند لها هكذا قرار، أولا إعادة الحقوق لمستحقيها قبل أن نشرع بالهبات الجديدة، والأمثلة كثيرة، منها أملاك جمعيات الإسكان مثل المهندسين والمحاربين والضباط والمعلمين والصحفيين وإلى آخره. وين راحت؟ أين ذهبت؟ علما أنها أي الجمعيات ما زالت حتى الآن تستقطع من رواتب المنتسبين لها مبالغ الاشتراكات. أيضا على الحكومة فك اشتباك سلب وسرقة الأراضي الممنهج اللي مر بالعراق من 2003 إلى حد الآن، لأن كثير من الأراضي من أراضي مواطنين، أراضي جمعيات سكنية، مؤسسات حكومية، الكثير من هذه الأراضي تحت ملكيات مستحوذة غير قانونية. ونرجع نذكر بموضوعنا الأساس، وهو مناشدة موظفي دائرة الأراضي الزراعية وضرورة تمليكهم السريع وغير المشروط لأراضي اشتروها بأموالهم الخاصة بمنطقة الدورة وبموجب موافقة كل الدوائر المعنية وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس الوزراء. عبر فيسبوك رئيس الوزراء يعلن نية الحكومة إعادة التجنيد الإلزامي. منذ أن نشر خبر على صفحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن الحكومة عقدت النية على إعادة التجنيد الإلزامي، حتى تحول هذا الخبر إلى حديث الشارع لا سيما أوساط الشباب، خصوصا وأن الخبر قرن بموضوع ثان وهو نية رئاسة الوزراء إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة من منتسبي الدفاع والداخلية. حول ما جاء معنا هنا في الاستوديو مستشار وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري. سيادة الفريق يا أهلا بك، شكرا لحضورك. أهلا وسهلا، تفضل السريع. يا هلا ومرحبا، الله بالخير. الله بالخير والعافية. هل فعلا سيطبق قانون الخدمة الإلزامية، أو هناك سعي من قبل السيد عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة ومن قبل وزارة الدفاع لتطبيق هذا القانون التجنيد الإلزامي العام القادم 2019؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد السيد عادل عبد المهدي لديه رؤية كافية، كونه قد راقب باعتقادي الشخصي أنه 5 حكومات تشكلت منذ 2003، ولذلك لديه خلاصة بما يتعلق بالوضع الأمني والاجتماعي. ووزارة الدفاع أعدت قانون الخدمة الإلزامية منذ عام 2016، وفيه تعديلات الآن وبعض الأمور، وعلى وشك أن يتبلور هذا القانون بشكل تام ويرفع إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب. لم يرفع في 2016، فقط يعني أعد من قبل وزارة الدفاع دون أن يذهب لا إلى الحكومة ولا إلى مجلس النواب. ذهب إلى مجلس شورى الدولة وإلى رأس الوزراء، وفي بعض التنقيحات وبعض الاعتراضات مما يتلائم مع وضع العراق الحالي والتعديلات جارية. نعم التعديلات، وأكملت دائرة المستشار القانوني والدوائر الأخرى في هذا الموضوع. بالتالي ما نقدر نقول أكو موعد محدد لإتمام هذا القانون ولذهابه إلى مجلس النواب، وما أعرف إذا أكو تجاوب برلماني أصلا مع هذا القانون. لا، هو إحنا خاصة الجيوش في العالم والجيش العراقي هو مؤسسة انضباطية عالية، عندما يصدر أمر ننفذه
بالتوقيت أو قبل التوقيت. ولكن أقول هذا المشروع اللي تفضل بسيد رئيس الوزراء لو طبق بالتأكيد هو قرار جريء تاريخي شجاع سيسهم ليس فقط في حل مسائل أمنية بل سيزيد من أواصر الاجتماعية ويعيد هيبة العراق إلى سابق عهدها. كما تذكر أنت قد تذكر في التاريخ العراق عندما بدأ بالخدمة الإلزامية عام 1932 أصبحت ظاهرة في الشرق الأوسط وكثير من الدول قلدت العراق في هذا المجال. لذلك هذا قرار مهم وأعتقد فيه من الجوانب الإيجابية الكثير سنتحدث عنها. قبل ما أتحدث عن تفاصيل القانون، هل السيد عادل عبد المهدي أرسل لكم توجيه أمر أخذ رأي أخذ مشورة بخصوص إجراءات تطبيق الخدمة الإلزامية في عام 2019، أم حديث السيد عادل عبد المهدي جاء لمعرفة نبض الشارع رأي الشارع من خلال طرح هذه القضية على الفيسبوك واكتفى بهذا؟ لا، الرجل دائما في لقاءات مستمرة مع القيادات العسكرية في كل الأمور ولديه اجتماعات مستمرة ولا يصدر توضيح أو تعليم بدون أن يكون قد درس كافة جوانبه، وبالتالي هذا الموضوع هو ليس بالجديد بل موضوع مناقش سابقا من حكومات سابقة ولكن لم ينفذ لأسباب عديدة سنتطرق لها. ولكن السيد عادل عبد المهدي أعتقد من خلال زيارته لوزارة الدفاع وزارة الداخلية ولقاء بالسيد رئيس أركان الجيش والمعاونين نناقش كل المواضيع يعني الأمنية ومن ضمنها، لذلك هو ليس حل فقط أمني، هذا سنتطرق أنه هذا يؤثر على التعليم في العراق، يؤثر على الناحية الاجتماعية، يهد ركن أساسي من ركن الطائفية الموجود في بعض الحالات. فلذلك هو مشروع أعتقد أنه أو قانون إذا طبق بالتوقيتات المحددة له سيكون ذا فوائد كثيرة رغم اعتراض القسم من إذا برلمانيين وإذا بعض الشباب اللي ما يفهمون صيغة هذا القانون وهي امتيازاته. حسب القانون حيشمل بالخدمة كل من عمر من 19 إلى 45 سنة. صحيح. زين، حتى من خدم بالجيش السابق أو حتى بالجيش الحالي بعد عام 2003؟ لا، شوفوا هذا الآن قيد الدراسة والنقاش، أكو بعض المشاكل حقيقية. مثلا قبل سابقا كان مثلا من 18 سنة، الآن لازم يكمل 18 سنة. كانت الخدمة لا تقل عن سنتين لكل هذا، الآن لا محددة. مثلا اللي أقصى حد اللي مثلا ما داخل مدرسة أو فشل في الدراسة يعني بالابتدائية أو المتوسطة هذا يخدم 18 شهر محددين بالقانون. مثلا خريج الإعدادية 12 شهر عام واحد، اكو فرق. نعم، بكالوريوس 9 شهور. نعم، والماجستير. نعم، والدكتوراه اعفاء من الخدمه. نعم، واكو اعفاءات ايضا اخرى مثلا بعض هذه الحالات مثل موظفي الدوله مثلا اللي يشتغلون بالاجهزه الامنيه الاخرى مثل بالداخليه بغيرها. اذا كثير بتغييرات عن الانظمه السابقه الموجوده. اكو بدل مالي؟ نعم، هذا ايضا سيناقش. وهاي بالمناسبه يعني البدل المالي ايش قد حيكون البدل المالي؟ يعني هاي وضع رقم معين محدد؟ لا، الان اللجان تقررها حسب، لان كل زمان الى ظروفه الاقتصاديه قد يكون البدل يعني بالقانون السابق بالثلاثينات والاربعينات والخمسينات يمكن قيمه الدينار كانت كذا كذا، لا حسب الظرف الحالي. معناته يجي واحد يقول لك مثل ما كنا نسمعها قبل 2003. نعم، الغني يدفع ويقعد بالبيت وتوقع براس الفقير والفقير هو اللي يروح يدافع، هو اللي يروح يدافع عن الوطن. استاذ علي، هذا جانب عالمي سيستم. انت حتى هذا الغني من هاي الفلوس من تاخذها موارد الدوله استثماريه، يعني هي ايضا الدوله تستفاد من هاي الموارد اذا الغني، والغني راح يدفع لانه ما قدر يخدم حال الانسان الفقير. لذلك هذه اللي يسموه بكل اوروبا وامريكا انه دافعي الضرائب. لذلك ذول الاغنياء حتى على الاقل ما ساهموا بهذا، او اكو قانون يحتم عليهم بابلاغ عاليه انه يدفعون بهذا الشيء. واعتقد هذا موضوع نقاش، ممكن من خلال هذا البدل نمنع الفساد. بالتاكيد يعني هذا اللي عنده مال يجوز احسن ما يروح يدفع. احسنت، يعني ما اريد احكيها انا، كم الف ويرجع للبيت بدل ما يحكيها ويقعد بالبيت على الاقل الدوله تاخذ. انا اللي يهمني موضوع جدا مهم، من 19 الى 45 سنه. بالتالي انا اكيد يعني وزاره الدفاع الى الان ليس لديها دراسه بخصوص الاعداد اللي حيشملها القانون، لكن من 19 الى 45 اعداد ضخمه. نعم، اعداد كبيره. شوف استاذ علي، الامكانيات اللوجستيه والماليه المتوفره لدى وزاره الدفاع من اجل تدريب وضم كل هذه الاعداد هل هي متوفره؟ لا، ما اجاوبك، لكن هي تبدي خطوات. اولا هذا الموضوع احنا كل من تحدث به بعد ما نكمل القانون يوافق عليه مجلس الوزراء، مجلس الشورى يروح للبرلمان، اول مره يجب ان يشرع القانون ويصبح ملزم.
هذا جانب. جانب الآخر وزارة الدفاع تأخذ الموافقة مثلا من رئاسة الوزراء حول لجان مشتركة ينبغي أن تبدي من الآن. مثلاً مثلا مع وزارة التخطيط لمعرفة السكان ومعرفة الأعداد ومعرفة الذكور من 19 إلى 45، وهذا وزارة التخطيط جانب بها. جانب الآخر مثل وزارة الداخلية اللي هي عتل النفوس وعتل الجنسية للمواليد والأسماء وهذا. جانب الآخر أنه أنت بكل تأكيد الآن إحنا ما عندنا مراكز تطوع مراكز تدريب مثل ما كان سابقا. تتذكر سابقا كان الرصاف بغداد الرصافة 1 و2 و3 و4 الكرخ أكثر من هاي كل قضاء وكل ناحية. هنا شو راح يصير؟ راح يصير لازم تستحدث مديرية عامة للتجنيد في وزارة الدفاع ومديرية التعبئة والإحصاء اللي هي ترتبط مع وزارة الداخلية ووزارة التخطيط حتى تعطي الأرقام إلى التجانين. هذا المدير يكون في بغداد في المحافظات يفتح في كل يكون عنده مدير في كل محافظة من أجل الإحصاء. البدء ب يكون إلى الآن كل هاي تصورات ماكو شيء على الأرض ما تم تطبيق أي شيء على الأرض مجرد تصورات لدى وزارة الدفاع. هذا القانون والتعليمات تقول بس اسمح لي أكمل لك بالحالة هذه إحنا إيش عندنا الآن شلون نبدأ؟ إحنا عندنا الآن مراكز تطوع. هذه مراكز التطوع ممكن أن تصبح هي النواة الأساسية أو البداية الحقيقية لمن نطورها تصير مراكز تجنيد. يعني هاي مراكز تطوع لأن هذا نقص في البنى التحتية لذلك تحتاج إلى تخصيصات مالية وتحتاج إلى جهد الدولة في هذا المجال. وبالتأكيد قرار مثل هذا القرار الكبير بكل تأكيد هو مدروس في رئاسة الوزراء ومن كافة الوزارات ومن كل اللجان لأنه ما ممكن تتقدم على مثل هكذا مشروع كبير تجنيد إجباري لبلد مثل العراق سكانه 36 مليون. أكو إمكانية بالفعل لاكتمال القانون من قبل وزارة الدفاع ولإقراره في مجلس النواب ولإكمال هذه التفاصيل اللوجستية ولتطبيقه في عام 2019 والموضوع يعني مؤجل إلى أبعد من ذلك؟ يعني لازم انت تبدي بدايات موجوده ماكو شيء يكتمل بلحظه. يعني حتى اذا مو 2019 اعتقد في نهايه 2019 اذا فعلا بدات اللجان وبدات الوزاره وصدرت الاوامر لها بعد اقرار القانون انت الان ما تقدر. بس احنا نهيئ لان نعرف هذا القانون يقر باي لحظه. المفروض الراتب الشهري 500,000 دينار. نعم صح. هذه شوف بها تعليمات كثيره. هذا لما يكون انسان عادي ما عنده شيء بس اكو ياخذ راتب المطوع منه اللي يثبت رسميا يعني من خلال وثائق الدوله الاخرى معيل لامه وابوه بوحده هذا ياخذ راتب مطوع. عنده طفل وما عنده مورد اخر هذا ياخذ راتب مطوع مو 500 ياخذ على شنو راتب مطوع يعني يعني راتب الجندي المطوع 1,400,000 و500 نعم اكو يعني الخريج كذا مثلا يعيل والديه مثلا وحيد العائله لا هاي كلها موجوده عنده طفلين عنده ثلاثه عنده عائله كبيره. بصراحه الامر استاذ علي يعني هاي تفاصيل كلش دقيقه وهذا القانون موجود امامي وما خلى صغيره وكبيره مناقشها به. يعني مساله البدل مساله الخريج مساله الاموال شلون حيتم التعامل مع حالات الهروب بالقانون جريمة عسكرية يعني مجلس عسكري وجريمة عسكرية لا هاي واحدة أخرى دخلت علينا جديد ينبغي أن نعدل بقانون العقوبات العسكرية كان ما موجود. دعم أحسنت هذا موجود مضمنين إحنا بالقانون نقول أنه ينبغي أن يعاد صياغة القانون العقوبات العسكرية ليتلائم إذا أقر قانون الخدمة الإلزامية. زين بخصوص قانون العقوبات العسكرية وتعديله وإلى آخره نعم. الآن أكو مفصولين نعم واكو مفسوخه عقودهم نعم من قبل 10/6/2014 من بعد 10/6/2014 جنود ضباط مراتب نعم. شلون حيتم التعامل معهم حسب ايضا السيد عادل عبد المهدي كتب على صفحته نعمل من اجل اعادتهم للخدمه بشرهم انه اكو تخصيصات ماليه ودرجات وظيفيه في موازنه عام 2019 وتحدث عن لجنه شكلت بين رئاسه الوزراء ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه المفترض انه عملها حيكتمل نهايه عام 2018. شو الجديد بهذا الموضوع؟ الرغبة الحقيقية أنه حسم هذا الملف باتجاه المواطن. شكلت لجنة لأنه بها أكثر من وزارة. يعني الهاربين والمتغيبين من الدفاع من الداخلية من جهاز مكافحة الإرهاب من كافة المؤسسات الأمنية. لذلك شكلت في مستشارية الأمن الوطني. واللجنة الآن على وشك أن تكمل الأعداد. هناك مشاكل حقيقية تواجه. أولا هاي الأعداد كبيرة تحتاج إلى تخصيصات. عندك الرقم؟ يعني بحدود يعني كل بحدود تقريبا يصل إلى 100,000 يعني. 100,000. نعم. بين ضباط بين جنود. نعم يعني إحنا شرطة وجيش وكل. وزارتي الداخلية نعم. والدفاع. نعم. لا فيما يخص الدفاع. يعني
العدد بحدود 50 تقريبا نصف العدد او هاي او اكثر. نعم بقليل. يعني هاي اعداد تتراوح اللجنه بين فتره وفتره تعطي ارقام. بس احنا تحدثنا وياكم عن هذا الموضوع في اوقات سابقه، عشرات الرسائل ترد البرنامج على صفحه البرنامج. حسب وزاره الدفاع المفروض اكو لجان شكلت للنظر بقضاياهم، وحدثتونا عن مجالس عسكريه ستعقد من اجل توجيه التهمه. هذا متهم وهذا بريء يعاد الى خدمه وهذا يحاكم. لا اللجان شكلت ولا لا احد تم اتهامه ولا احد تم تبرئته وتم اعادته الى الخدمه. هاي المجالس تحقيقها مستمره وانا متابع هذا الملف، وعندنا قسم خاص في امانه السر العام في وزاره يعني متخصص بهذا المجال وينطون ارقام يوميه وحقيقيه. بالحقيقه اقول لك اكثرهم مظلومين، مثلا بعض المناطق سقطت وماكو سيطره اداريه، فهذا ما عنده ما يعرف شو يسوي، انظلموا اكثرهم انظلموا. يعني حتى نكون منصفين، احنا ندرك هاي الحقيقه والحكومه العراقيه تدرك هاي الحقيقه، ولذلك هي الان جاده في حل هذه المساله. والقسم الاخر لا ترك، وهي المشكله ذول عندما تم نشر غيابهم بالدرجات الوظيفيه تم استعانه بعناصر جديده اخرى اخذت مكانهم، لذلك هاي تتعارض مع التخصيصات الماليه وهذا جهد الدولة. بالنتيجه من هاي 100,000 من هاي ال 50 او ال 60,000 التابعه الى وزاره الدفاع لم يعاد اي شخص الى الخدمه من المفسوخه عقودهم والمفصولين. بانتظار تم تهيئه كل القوائم وكل المقترحات اللي ممكن اي قوائم، يعني هذا بريء ويعاد الى الخدمه وذاك متهم مو مسألة ويحاسب ويحاكم. لا اسمحت لي، اولا اعدادهم زين، المناطق مالتهم زين، شهاده الاميره او امر القسم الثاني الموجوده، كل التفاصيل هذا، لذلك وضعت الحلول مثل ما هي الحلول عادتهم او كذا او فهذه كلها الان في اللجنه العليا المستشكله برئاسه الوزراء مستشاريه الامن الوطني، ومنتظرين انه يصدر قرار، وبالتالي احنا وزارات يعني احنا منفذه، يعني ياتي قرار تخصيصات ماليه ودرجات وظيفيه. وهي الدرجات الوظيفيه والتخصيصات الماليه من المفترض ان ضمنت في موازنه عام 2018 على الاقل حبر على ورق. هذا جانب لم تصرف؟ لا لا ليس حبر، وهذا جانب. السيد عادل عبد المهدي جاد بذلك هسه مشان اكو مشكله عندنا، مثل مساله التقاعد ما عندنا تقاعد، ذلك تلاحظ مثلا اليوم امس ظهرت قائمه التقاعد وراح تظهر مثل سن قانوني غيره غيره، هذا راح يفرغ لك ايضا. انا خلصت فتره مثلا خدمه هكذا المفروض انطي فرصه لغيري، فلذلك اكو حلول حقيقيه واكو جديه حقيقيه في حل هذا الملف، لانه عوائل تضررت. هسه المفروض اكو درجات وظيفيه ومخصصات لهم في موازنه عام 2019 ان شاء الله، والمفترض انه ينتظرون اقرار موازنه عام 2019. احسنت لان انت تعرف جنابك التابع انه المواجهه الان في مجلس النواب فيها نقاش زين، ومن بعد ذلك حتتولى العمليه وزاره الدفاع من خلال عقد المجالس العسكريه. الدفاع والداخليه هي تنفذ ما تاتي من قرارات، لكن تحتاجون الى مجالس عسكريه. هذا متهم وذاك بريء، هذا بالفعل اضطر الى ترك البندقيه والذهاب الى المنزل نتيجه سقوط المدينه. المجالس وذاك خامل، هاي مجالس خاصه اخرى هذه، اما ترك نشر غائب. شوف استاذ علي، من نشر غائب وانفسخ عقده زين، هذا اصبح الان هو يجي يطالب بهذا الشيء، من يصدر القرار هو يجي مثلا يبرئ نفسه انه مثلا كان في مكان، كان في كذا، كان عند هاي الوحده الفلانيه، ضيف على هاي الوحده الفلانيه من نشرته. هاي امور يعني اداريه معقده، احنا نعرف شلونها يعني، واحنا نعرف عندنا مختصين من قانونيين ومن ضباط يعني ضايعين بهذا الشيء. اريد اوصل الى نقطه جدا مهمه. الان عندي جيش عراقي نعم تم بناءه خلال السنوات القليله الماضيه بشكل جيد، نعم، من ضباط، من جنود، من مراتب الجنود متطوعين. الآن أكو أعداد ضخمة من المفسوخة عقودهم، من الممكن أن يعاد جزء كبير منهم إلى الخدمة، يضاف إلى ذلك تطبيق قانون الخدمة الإلزامية أيضا حيضخ لي أعداد كبيرة. إيش قد جيش عندنا حيصير؟ يعني إيش قد حجم الجيش العراقي حيكون في ظل كل هذه الأعداد؟ هل هناك إمكانيات خصوصا مالية لاستيعاب هذه الأعداد؟ لربما نحتاج إلى بدل الموظف في وزارة الدفاع إلى موظفين حتى يتعاملوا ويا هاي الأعداد. أحسنت. انظر، الجيوش ما تقاس بعدد المجندين والاحتياط، كل جيوش العالم ما حد يحاسبك عليه، لا مجتمع دولي، هذا يقول لك خدمة علم، سيادة بلد، أنت نشأت بهذا البلد، تأكل وتشرب وتتعلم وخيرك من هذا البلد، إذن عليك أن تنطي خدمة العلم. تقاس بعدد المطوعين والوحدات الأساسية اللي قابله، لذلك الجيش العراقي لا يتجاوز 300,000 بكل الحال حاليا. الحالي والمستقبل وضمن الدستور وضمن القانون. شلون؟ هذا أنا ما أقول لك، على أقل من 300,000 من 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 حيجوك من 19 إلى 45. ذول ايش يعتبرون يعني؟ استاذ علي انت ما ركزت وياي، جزت على الاسئله. يلا تفضل. اقول لك الجيوش ما تقاس بعدد المجندين والاحتياط.
يعني هسه لو تجيب 500 واحد، نفرض 500 واحد مشمولين بهذا الجيب، هاي بالمنظومة العالمية القياس حسب المتطوعين. القياس العالمي هو حسب لذلك هذا يعتبر مؤقت. ليش يقولون مكلف واحتياط؟ هذا لا سامح الله بحالات النفير. يعني احنا لو كان عندنا هذا السيستم عاملين به قد يكون بعد سقوط الموصل حالات النفير عندي ناس مستعدين اوجههم للموصل المدربين. لذلك ما عندنا هذا النظام. استعانينا وين؟ ممتاز. بالفتوى بالحشد الشعبي اللي عوض عن المجندين ما موجود. سيادة الفريق اختم وياك ويا ايضا كلام السيد عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة يعترف على صفحتها على الفيسبوك بتعاظم وتزايد دور داعش في الموصل والمناطق الغربية والمناطق الحدودية مع سوريا. يعني هو في سلسلة لقاءات مع السادة القادة في وزارة الدفاع والداخلية وكل الأجهزة الأمنية وأعطى توجيهات، وانت جنابك متابع والمشاهدين ورئيس أركان جيش والمعاونين والقيادة المشتركة في زيارات مكوكية، كان هناك يعني عدم ارتياح مما يجري في مسرح العمليات في سوريا. لذلك على الحكومة العراقية أن تضع إجراءات وقائية قبل أن تستبق الأحداث قبل أن يأتي الخطر. لذلك عندما يتحدث بهذا الموضوع هي إشارة وتحذير للقوات الأمنية والاستخباراتية بأن تكون على جاهزية عالية وأن تتصدى لأي عمل إرهابي قبل وقوعه، وهذا هو العمل الجديد. لذلك تلاحظ أنه هذه الإشارات أتت بعدها شنو إجراءات قامت بها الوزارات الأمنية، مثلا حركة قطعات إلى الحدود، مثلا تكثيف الطيران، مثلا ضربات جوية داخل العمق السوري. أنا وقت مضى عندي بنص دقيقة الحديث هنا عن ما يجري في سوريا، لكن أنا أقصد عكس ذلك ما يجري في داخل الأرض العراقية. الحديث عن داخل نينوى، الحديث عن داخل المدن الغربية، هناك ما زال داعش، بؤر داعش، نشاط لداعش، يتزايد هذا النشاط من داخل الأراضي العراقية في الأراضي العراقية، لا أتحدث عن داعش قادم من سوريا. هو العملية مترابطة وأنا معاك بهذا الاتجاه، وهذا يعني دنسير بخطوات عملية حقيقية ما يجري في الموصل وفي صحراء الأنبار وبغيرها، وتلاحظ أكو تغييرات كثيرة وأكو إجراءات كثيرة قد يكون لا يمكن البوح بكل منها، ولكن هناك إجراءات حقيقية واقعية سنعالج كل السلبيات التي ظهرت بالفترة السابقة. خليني شكرك مستشار وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري، شكرا لحضورك. شكرا. نورتنا. الجمهورية السادسة تكشف النقاب عن عملية اختلاس جديدة بقيمة 30 مليار دينار في الأموال المخصصة لإنقاذ البصرة من أزمتها. كل شيء متوقع في زمن العجائب والغرائب اللي نعيشها بالعراق، حتى غير المتوقع وخارج نطاق التصور ممكن أن يحصل في العراق. أبسط مثال ما يجري في البصرة، وتخيلوا أنه البعض لا يترك فرصة للفساد إلا ويستغلها، حتى ثورة الناس ضد الفساد يستغلها ليحقق مكاسب فاسدة أكبر. وإذا تريدون مثال، لا يوجد أفضل من قضية الـ17 غاطس اللي تم ضبطها من قبل هيئة النزاهة في بلدية صفوان. هاي القضية قضية غواطس صفوان يعني بالحقيقة حزن ومسخرة بنفس الوقت. القصة ببساطة أنه لحل أزمة الخدمات في البصرة بصورة مستعجلة تم وضع تدابير عاجلة، منها استيراد معدات خدمية، ومن هذه المعدات 17 مضخة غاطسة تستخدم لسحب المياه من مكان إلى مكان آخر. سعر هذه المضخات الغواطس 30 مليون دينار عراقي فقط، لكن بقدرة قادر تم صرف 3 مليارات دينار، يعني أكبر من قيمتها الحقيقية بمئة مرة بالضبط. هذا الموضوع ما صار لأسبوع أو 10 أيام تقريبا، 17 غطاس من مناشئ هندية وتركية وصينية بموجب الوصولات الصادرة من بلدية صفوان سعرها 3 مليارات دينار عراقي، يعني ميزانية ممكن تحقق شبكة مجاري أو مياه لنصف البصرة تقريبا، لكنها صرفت من قبل مصرف الرافدين. تحقيقات الأولية تشير إلى أن مسؤول الحسابات في بلدية صفوان شاف الموضوع سهل، كل اللي سواه تلاعب بالأصفار، وضع أصفار بالصك ورجع جير الصك الأخو ليقوم أخوه بعد ذلك بسحب المبلغ من مصرف الرافدين، والموضوع كان يعني ممكن يمر كأي حالة فساد عادية. نانا أكثر من مؤشر يجعل الموضوع أبدا مو عادي، لأنه يثير حزمة أسئلة محيرة. أولها، المفروض استخدام الصك لإطفاء ذمة مالية وليس لاستلام ذمة جديدة، يعني المعروف أن المبالغ عند أهل الحسابات تستلم ثم تطفأ وفق هاي طبعا تقارير الصرف،
لكن أن يتم الاستلام والإطفاء بنفس الصك وبنفس اليوم وبنفس الوقت هذا الموضوع جدا غريب. ثانيا المفروض بموجب التعاملات الحكومية ألا يصرف المصرف مبلغ الصك إلا للشخص المعني المخول. للجنة ممكن مع حزمة مقابلات وأوراق إثبات بحضور لجنة تمثل مدير البلدية، مسؤول الخدمات، مدير الحسابات. 30 مليار مو باكيت جقاير حتى مدير الحسابات يدز أخوه للدكان ويشتري له هذا باكيت الجقاير. إذن مدير الحسابات حسابات صفوان اللي ما ذكرنا اسمه لا يجب أن يكون الوحيد المساءل بقضية فساد الغطاسات ال 17، والأسئلة اللي طرحناها يجب أن تطرح على أطراف كثيرة ابتداء من مصرف الرافدين ورئيس البلدية والمجلس البلدي ولجان الرقابة في المحافظة، ولا يستثنى مجلس المحافظة والمحافظ. ونريد نفتهم حقيقة شغل المحافظ وشغل مجلس المحافظة بهاي الأيام أيام أزمة البصرة، لأن إذا ب 17 غطاس تم سرقة 3 مليارات دينار عراقي، فمن اللي حيكفل نزاهة باقي العقود الخدمية في المحافظة؟ حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة السيد محمد المنصوري. سيد محمد أهلا بك. يا هلا مرحبا. فريق التحري والضبط سيد محمد القضائي التابع لهيئة النزاهة في مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط عمليات تلاعب وتزوير باستخدام وصولات وهمية في إطفاء. أنا جاي أقرأ لك نصا ما جاء من قبل هيئة النزاهة العراقية، باستخدام وصولات وهمية في إطفاء مبالغ مالية قدرها 3 مليارات دينار في بلدية صفوان، حيث تمكن من ضبط وصولات شراء مزورة بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية ل 17 غطاس من مناشئ هندية وتركية وصينية، حيث قام مسؤول الحسابات بتزوير توقيع مدير البلدية على أحد الصكوك وتظهير الصك إلى أخيه الذي تسلم المبلغ من المصرف. وصولات وهمية ووصولات مزورة وثلاث مليارات، هاي شلون جاي تصرف؟ آلية الصرف شلون جاي يتم بالبصرة؟ مجلس المحافظة وين؟ الحكومة المحلية المتمثلة بالمحافظ وين؟ 3 مليار 17 غطاس بالبصرة عندكم بثلاث مليارات سيد محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شريف خلصت سؤالك؟ لا خلصت، تفضل الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن هذا الموضوع هو ليس موضوع آني، هذا موضوع سابق قبل هذا مدير البلدية بحالي موجود، وتم صراحة تم التحرى عليه حتى من قبل مجلس المحافظة كان عنده، لكن ما طول أن القضية أصبحت يم هيئة النزاهة، أصبح التحقيق أكثر توسعا وأكثر شفنة، وأخذ مجراه وعلنوا عليه ب ب ب بعد ما كشفوا الحالة. طبعا هو هذا لم تيجي، تعرف أنت هذه الحسابات ما يكتشفها لا مجلس المحافظة ولا هيئة النزاهة إلا عن طريق المخبر أو قضية تجينا كمعلومة نروح نتحرى عنها. تكشف يجب أن تكشف من قبل المسؤول المباشر، باعتبار هناك أكو حسابات واكو تدقيق، مثل ما تفضلت انت اكو تدقيق بنفس الوحده الحسابيه او نفس الدائره الحسابيه، هناك تدقيق وهناك تدقيق سنوي ل سيد محمد. تحملني شويه، خليني اسالك يعني واناقشك حتى افهم. انا حتى اذا تسمح لي من فضلك بس هذا السؤال وبعدها خذ وقتك الكافي. الاموال تاتي الى البصره من الموازنه الاتحاديه مو هالشكل؟ وتخصص لحكومه البصره، ومجلس البصره يقعد ويا الحكومه يتناقشون وبالتالي يوزعون الاموال حسب الحاجات. فالاموال هي ما تروح الى بلديه صفوان، هذا اولا. ثانيا من تجي بلديه صفوان وتريد تشتري 17 غطاس مضخه مي ب 30 مليون ويشملوا لها كم صفر تصير 3 مليارات دينار عراقي، مجلس المحافظه وين؟ اليه الصرف شلون؟ مو المفروض اكو لجان ويروحون للمصرف ويستلمون الفلوس؟ خلنا اكمل لك. يعني مثل ما تفضلت انت، المبالغ الماليه اللي تيجي من مجلس المحافظه تستلمها المحافظه. زين. تقول عندي هالقد مبالغ، راح تجي مشاريع، احنا نصادق بس على مشاريع، مجلس المحافظه يصادق على مشاريع. زين. سواء للبنى التحتيه او للمشاريع هاي تنقسم الى قسمين، قسم بنى تحتيه وقسم شراء مواد لاكمال الخدمات. اللي صار بالناحيه صفوان صار موضوع قديم اكتشف حديثا. يفترض انه التدقيق والرقابه الماليه، احنا عندنا لجنه رقابه ماليه
في مجلس محافظة تراقب كل مشروع، كل مشروع تراقبه. بس هذا هذا مشروع يمكن أن تنصرف من الموازنة الداخلية للبلدية. إذن هاي الجانب. عفواً هاي لجنة المراقبة. الجانب الثاني إنه يفترض إنه الجهات الرقابية القريبة من 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 دائرة لجنة التدقيق ولجنة الحسابات إنه ولجنة الرقابة المالية بنهاية كل سنة راح تراقب هذا الموضوع وتكتشف الخطأ باعتبار إنه خطأ فاضح. انت حضرتك تقول القضيه قديمه اكتشفت مؤخرا، لجنتكم لجنه النزاهه، لجنه الرقابه، باقي اللجان وين كانت عن هذا الموضوع؟ بس اكمل الفكره. 3 مليارات دينار انصرفت، هي الهم الهم انه اكتشف الفساد لو ارجع الفلوس، هي ال 3 مليارات دينار انصرفت. انصرفت راحت باقت انهبت. استرجاع المبالغ، استرجاع المبالغ. انت اليوم هو راح يكون موظف بالدوله، عفوا اكتشف الخطا، هيئه النزاهه جاي تحقق بها تحقيق مفصل وعميق، اذا اكتشف الخطا كامله راح يكون يصدر محكم قاضي بمحاكمته واسترجاع المبالغ اللي بذمته. انا ما اتخيل فقط مسؤول الحسابات هو من يتحمل المسؤوليه على اعتبار انه لا مو مسؤول الحسابات، مو مسؤول سيد محمد فقط، ارجوك بس اكمل الفكره من فضلك، انا اعطيتك الوقت اطيل الوقت حتى اسال. مسؤول الحسابات، مسؤول الحسابات المفروض اكو، مو هو يعني يظهر الصك الى اخيه مثل ما حصل، والمصرف بكل براءه يصرف الصك الى اخيه وهو صك حكومي، مو المفروض اكو لجنه تمثل فيها الحسابات والقانونيه ومدير الدائره ويروحون الى المصرف ووثائق واوراق ويوقعون ويستلمون ذمه، مو هالشكل، مو هذا الاجراء؟ طبعا صحيح هذا ومو بس هذا، هو اذا شراء مواد، شراء المواد يجب ان يكون من مدير الدائره نفسه وتشكيل لجنه ولجنه اعتدال، يعني لجنه شراء المواد ولجنه اعتدال على المواد، يعني بحيث يروح يدقق عليه، مثل ما تفضلت يكون المحاسبه ليس مثل الحسابات تجي خطا، التدقيق لجنه الاعتدال لجنه الشراء، شلون هذا دخل اخوه كمقاول ثانوي او مقاول من شراء بامر المدير، اكيد باتفاق مع المدير. بالنتيجة تم كشف قضية الاختلاس بعد اختلاس 3 مليارات دينار عراقي، الى الان هي مختلسة، التحقيق موجود، الى الان هي مختلسة، لكن المهم انه ال 3 مليارات انهبت انباقت. نتمنى اذا كان هسه عليه، تم القبض عليهم، القبض عليهم تم التحقيق من قبل هيئة النزاهة، وننتظر اصدار امر ومسجونين اكو بعثهم، اصدار امر السيد القاضي، قاضي النزاهه وسيد قاضي النزاهه بعد تركوا لا يتهاون بهذه القضيه. خليني اشوف هذه جانب، انت شوف اللي قبل ايام. انا الوقت ضيق عندي، الوقت انتهى عندي، ارجو انه سامحني. سيد محمد المنصوري رئيس لجنه النزاهه في مجلس محافظه البصره، شكرا جزيلا. نبقى بالبصرة ونتكلم عن موضوع ثاني يثير عدم ارتياح المواطنين بل وغضبهم أحيانا، وهو موضوع تاكسي مطار البصرة اللي وصف المجلس العشائري عفوا في البصرة بمشروع تاكسي الابتزاز وإذلال المواطنين والمسافرين، ودعا وزير النقل لإلغاءه، والمجلس عبر عن استغرابه من أن يكون سعر تذكرة الطيران من البصرة إلى بغداد 80,000 دينار في وقت أجرة التاكسي من المطار إلى نقطة معينة خارج المطار 40,000 دينار، يعني نص سعر تذكرة الطيران لمسافة ما تتعدى كيلومترين. طبعا عدد من المواطنين المسافرين يقولون عبثا تنفع تصريحات وزارة النقل بخصوص تحديد أجرة تاكسي مطار البصرة، وما يجري الآن فقط ابتزاز وفق أجور يفرضها السائق نفسه، المرتبط أو المرتبطين مجملهم السواق بجهات متنفذة بالمحافظة، وعمليا تاكسي المطار لا فائدة منه إلا لخدمة هذه الجهات في ابتزاز الناس. بدورنا نقول الأهل البصرة الكرام، حالكم مو أفضل من حال أهل بغداد ومسافري مطار بغداد، إذا أنتم شفتوا الضيم من تاكسي مطار البصرة من تطبيقه من الشهر الخامس من هذا العام، فإن مسافري بغداد يعانون من 2003. الأيام الأخيرة أصدرت وزارة النقل محددات لأسعار التاكسي لمسافة قصيرة جدا من ساحة عباس بن فرناس لداخل المطار، 5,000 دينار للفرد الواحد وإعفاء الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا 5,000 أجرة الفرد مو التاكسي كامل، والمسافة ما تتعدى إخراج المواطن إلى خارج المطار أو إدخاله، المسافة ما تتعدى 3 كيلومترات او يجوز 4 كيلومترات، اما اذا ردت تاخذ التاكسي يعني بمفردك يوصلك من المطار الى نقطه ابعد لمنطقتك لبيتك، لا الرقم يوصل 50 او 60 الف،
عموما السؤال الذي يطرح، هل المسافر مجبور على هذا الابتزاز؟ المطار مو ملك عام، مو هو محطة نقل، حالها حال محطات النقل الأخرى، ليش هذا الاحتكار بحجة الدواعي الأمنية؟ وطبعا بكل مطارات العالم والكل شايفة وسائل النقل متاحة وتكون الأقرب للمسافرين وبكل أنواعها عدا هنا بالعراق. ومن تجي تقارن كل هذه الأوضاع بالخدمات المقدمة للمواطن بالمطار خصوصا بمطار بغداد تشوفها أقل من متواضعة. يعني الجميع شاهد الحالة البئيسة اللي ظهرت بها حمامات مطار بغداد. حول ما جاء معنا عبر الهاتف السيد سالم موسى المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية. سيد سالم أهلا بك. أهلا وسهلا بكم. يا أهلا ومرحبا. شاهديكم الكرام. مؤخرا قررت وحددت إجور النقل من ساحة عباس بن فرناس إلى داخل المطار ذهابا وإيابا، استثنيت الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وخليت أجرة النقل للفرد الواحد للشخص الواحد 5000 دينار عراقي، مو هالشكل سيد سالم؟ يعني شوية أراد لإيضاح الموضوع. تفضل. السلام عليكم. يا هلا ومرحبا. يعني بالحقيقة هذا العقد المبرم من وزارات سابقة يعني وأثقل كان المواطن بالفعل، لذلك السيد عبد الله العيبي المهندس عبد الله العيبي وزير النقل الحالي يعني وسعيا والتزاما أيضا مع توجهات الحكومة في تخفيف عنكال المواطن، وشفنا تفاصيل كثيره قامت بها الحكومه ابتداء من رفع الصبات اللي احنا ايضا اسهمنا فيها في وزاره النقل، رفعنا الصبات الجانبيه والخارجيه من وزارتنا حتى قبل ان تكون المبادره الكبيره لرئيس الوزراء. ممتاز. على كل حال يعني هذا الاجراء اللي اتخذ السيد الوزير دارسه الشركه العامه، يعني انتم مجبرين على هذا العقد سيد سالم، يعني انتم مجبرين على هذا العقد الموقع في سنوات سابقه؟ وايضا اريد اسال مع اي شركه موقع وايش قد قيمه العقد وين تروح فلوس العقد اللي تجي الى خزينه الوزاره؟ جيد استاذ علي، يعني العقد تعرف حضرتك يعني اي عقد بالتزامات قانونيه وب يعني قبول و يعني رضا من قبل الطرفين، وصار العقد في سنوات سابقه يعني ليس في سنه لا في زمن الوزير الحالي ولا في زمن الوزير السابق، الوزراء السابقين يعني في احد الوزراء السابقين في زمن باي سنه السابقين. باي سنه صار العقد؟ هذا العقد باي سنه صار العقد؟ يعني تقريبا بال 2015، لان هو العقد يعني مدته يعني 5 سنوات يعني تنتهي في 2020. على كل حال يعني فالسيد عبد الله العيد تدارس الموضوع مع الشركة العامة لنقل المسافرين والفود، رئيس مجلس الإدارة في الشركة، وأيضا السيد الوزير دارسوا مع الجهة المعنية اللي كان العقد مبرم معها، ومباحثات طويلة وصلوا إلى يعني تخفيض الأجور بنسبة 50%، كانت 10,000 صارت 5,000، وأيضا يعني كانت واحدة من مواني الأشياء. يعني حضرتك أيضا ابن بغداد، وإذا حضرتك موظف في وزارة النقل وتدخل للمطار بهويتك بباجك، فأكيد يجوز أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك عنده هاي المعاناة من يفوت هو وعائلته يدفع له 25 أو 50,000. أنا أقول والمواطن نفسه يقول البغداد يقول هذا ابتزاز، أنا بأي حق أدفع لدواعي أمنية أجرة نقل مسافة بسيطة 25 أو 50,000 أنا وعائلتي حتى أنتقل من ساحة عباس بن فرناس إلى داخل المطار؟ إذا أكو دواعي أمنية خلي الدولة هي تروح تأمن المطار وتأمن لي الدخول مجانا، هي الدولة من تتحمل المسؤولية، ليش أنا المواطن أتحمل المسؤولية؟ ولهذا سألتك على العقد، يعني العقد مبرم في عام 2015 وينتهي عام 2020، هل هناك إمكانية للتراجع عن هذا العقد؟ هذا أولا. ثانيا يعني أريد أعرف إيش قد قيمة العقد وأموال العقد وين راحت؟ خلي أجاوب، تسأل أسئلة كثيرة يعني. تفضل. يعني تسألني سؤال حتى أقدر أجاوبك عليه. أخذ سؤالين وأعطيني يعني جوابين. جيد. الحقيقة يعني اللي تفضلت فيه كلش يعني صحيح ومستشعرينه تماما، السيد الوزير مستشعره تماما، لذلك يعرف أنه هذا الامر اثقل كان للمواطن، وايضا يعني الاستحقاقات اخرى صارت عليه فمشى بهذا الاتجاه، لذلك ذهب الى الشركه وسووا هذا العقد بالتراضي، بحيث يعني الشركه اللي صار العقد وياها صارت مفاوضات معها وخفضوا الاجور. ممتاز. اما القضايا الامنيه اكو 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 الدواعي الامنيه اللي
اكو المفروض انا عفوا سيد سالم ارجو انه تسامحني الوقت جدا ضايق عندي، هذه الاجراءات ستطبق فقط في بغداد، لكن اهل البصره عندهم نفس المعاناه، يقول لك حتى ادخل المطار حتى اطلع من المطار السائق يبتزني وياخذ من عندي 40,000 احيانا. نعم، يعني استاذ علي تعرف حضرتك كل الامور ممكن ان تحل، لكن بحاجه الى فترات زمنيه، الى توقيتات زمنيه، الى يعني اجراءات اداريه، كل العقود مضبوطات بالضوابط الاداريه والقانونيه. لذلك احنا نسعى دائما الى يعني البحث عن اي ثغره، واذا لم توجد ثغره قانونيه ممكن ان نستفيد منها ونفيد المواطن فيها، سيد سالم حضرتك شخص عزيز، شخص عزيز علينا وصديق عزيز، لكن احنا ب 2018 ونتحدث شلون ندخل المطار وشلون نطلع من المطار، ما جاي نتحدث عن بناء مطارات جديده عالميه بمواصفات عالميه. خليني ارجو انه تسامحني الوقت الوقت خلاص عندي. سيد سالم، سالم موسى المتحدث باسم وزاره النقل العراقيه، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. الحكومة توافق على خطة جديدة لتقليل الزحام المروري في بغداد. رئيس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة عادل عبد المهدي وافق على جملة مقترحات من شأنها أن تخفف الازدحام المروري في بغداد، لا سيما في أوقات بدء ونهاية الدوام الرسمي. ومن بين المقترحات تغيير الدوام الرسمي للجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، واستبدال العطلة الأسبوعية لبعض دوائر العاصمة وأيضا الجامعات والكليات والمعاهد. نناقش هذا الملف مع السيد أركان البياتي عضو مجلس محافظة بغداد. سيد أركان يا أهلا بك. أهلا وسهلا، سعيد جدا بحضورك. يا أهلا وسهلا. الله بالخير. الله خير عليك. قبل ما نتحدث عن الخطة الجديدة لمعالجة الازدحامات في بغداد، شنو موضوع الخضراء؟ آخر أخبار فتح المنطقة الخضراء، إلى حد قبل يومين ثلاثة الحديث جانا عن تأجيل افتتاح المنطقة الخضراء، البعض ذهب وحلل وقال هذا التأجيل معناته لغى المشروع، لكن دا شوف عمل بخصوص رفع الكتل الكونكريتية، بخصوص تنظيف الشوارع، فهل ستفتتح أم سيؤجل أم سيلغى القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكادر البرنامج والقناة وتحية لكل المشاهدين الكرام. يا أهلا مرحبا. طبعا مثل ما تعرفون الازدحامات في بغداد وصلت إلى حد الضجر والملل للمواطن البغدادي. صح. يعني أصبح جزء من حياته اليومية، تصاحبه منذ ساعات العمل الصباحية حتى نهاية أوقات الدوام وعودة الموظفين إلى مناطق سكنهم. يعني اختناقات كبيرة وطوابير طويلة للمركبات في شوارع بغداد، وهذا شيء ملحوظ جدا، حتى أنه يعني هناك تقارير بدأت تنشر في صحف أجنبية على يعني هذا الموضوع. لا أحتاج لساعة ساعتين حتى أوصل الكلية يعني أو أوصل الدوام، يعني وصل الأمر ورحلة العودة هم تستغرق ساعتين. نعم، وأحيانا أكثر. وصل الأمر إلى أنه مسافة نصف ساعة يعني من منطقة إلى أخرى قد تصل إلى يعني نفس المدة اللي تقضيها أنه سافر إلى بلد آخر، يعني نصف ساعة ممكن تصير ساعتين يعني. فبإمكانك أنه تصل إلى الآن آخر. هل ستفتتح المنطقة الخضراء؟ يعني حقيقة سادة علي، إحنا منذ 2003 ولغاية الآن هناك ما يقارب 732 شارع في بغداد تم غلقها بالصبات الكونكريتية، طبعا اللي هي قريبة أو مجاورة أو تحيط هذه الصبات البعثات الدبلوماسية، سفارات، مقرات الأحزاب، مقرات الدوائر الحكومية، وايضا المنطقه الخضراء، يعني شوارع رئيسيه وشوارع فرعيه تتحدث ومن عنها. ومن ضمن هذه يعني اكثر من 700 شارع هناك 8 شوارع رئيسيه وتعتبر خطوط عامه سريعه في قلب بغداد، اللي هي يعني منطقه الحارثيه ومنطقه. الان كم شارع غير مفتوح ما زال مغلق من بين هذه ال 700 اللي كانت او اللي اغلقت بعد عام 2003؟ في زمن الحكومه السابقه برئاسه الدكتور حيدر العبادي صدر الامر 37 برفع الحواجز الكونكريتيه في بعض ما يعني شوارع بغداد، وفعلا لاحظنا انه عمليات بغداد مع مديريه المرور بالتنسيق مع اماره بغداد ومحافظه بغداد قامت بفتح هذه الشوارع، يعني شمال بغداد، منطقه بغداد الجديده، ما تتعدى النسبه 20 او 30% مما مغلق. طبعا هذا الرقم يعني يعادل 25% من مجمل شوارع بغداد، يعني 25% من شوارع بغداد. هاي 732 تتحدث عنها الشوارع القريبه المغلقه، هذه المغلقه القريبه من المنطقه الخضراء، ما نتحدث عن مناطق اخرى. لا، منطقه الخضراء وايضا بعض مقرات الاحزاب. انتم جزء من السعي القائم حاليا، يعني سيد
عادل عبد المهدي قبل ساعات فجرا مع أمينة بغداد، قيادات لقاء مع قيادات عسكرية، مجلس بغداد ممثل على اطلاع بالخطة. أرجع لسؤالي، افتتاح الخضراء قائم أم ألغي أم تأجل؟ افتتاح الخضراء ما زال قائم، ولكن يعني يسير بشكل بطيء، لأنه الافتتاح هو راح يكون جزئي وليس لجميع المنطقة بأكملها. جزئي. نعم جزئي. هناك من هناك ممر واحد. هناك من يضغط من أجل أن يكون جزئي، أم هناك من يضغط أصلاً لعدم فتح الخضراء؟ طبعاً وربما نجد استجابة لهذه الضغوط. أحكي لك بصراحة. أي قرار تصدر فيه من الحكومة العراقية ما أتصور راح تقدر تواجه قرارات تصدر من السفارة الأمريكية. من السفارة الأمريكية. وأنت مثل ما تعرف اليوم أكبر سفارة في الشرق الأوسط هي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وفي قلب بغداد. يا ريت بس السفارة الأمريكية. أكو شركات عاملة داخل المنطقة الخضراء تضغط من أجل أن لا تفتتح الخضراء أو يكون الافتتاح جزئي. أكو حتى دوائر دولة داخل الخضراء، ذولا تعرف راتبهم يزيد مليون عن أقرانهم في الدوائر خارج الخضراء، مخصصات خطورة. هو طبعا يضغطون من أجل عدم فتح الخضراء حتى هاي المليون يخافون يعتقدون أنه هاي تنشال من عندهم. أمنحها لموظف يعمل خارج الخضراء اللي هو معرض لي يعني الحوادث الإرهابية وليس في منطقة مؤمنة مثل المنطقة الخضراء. اتركنا عن الخضراء الآن، يعني نسمع هاليومين هالثلاث أيام خطة طويلة عريضة من أجل معالجة الاختناقات المرورية، تغيير أوقات بداية الدوام الرسمي وبشكل متفاوت، كأن يكون دوام قسم من الوزارات والدوائر بثمانية، قسم آخر بالسبعة، قسم آخر بالتسعة، ما يتعلق أيضا بالكليات والمعاهد والجامعات، قسم يدامون بثمانية، قسم يدامون بالتسعة، قسم يعطل الجمعة سبت، قسم يعطل سبت أحد، قسم يعطل خميس خميس جمعة. هذه القرارات هل أنتم جزء منها مجلس بغداد؟ ثانيا، هل هناك إمكانية فعلية لتطبيق هذه القرارات أم هي حبر على ورق؟ ثالثا والأهم عندي، من يحدد هذا يداوم بالسبعة، ذاك يداوم بالتسعة، هاي تعطل الجمعة، ذاك يعطل الأحد؟ طبعا يعني هذا مو حل جذري لأنه تقضي على الازدحامات في بغداد. يعني أنت اليوم لما تريد توصل إلى يعني إلى الدوامة والدائرة اللي تعمل فيها يجب أن تخرج من البيت من الساعة السادسة، لأنه إذا تأخرت نصف ساعة أو ساعة بعد قبل نهاية بداية الدوام راح تلاقي ازدحامات كبيرة. بالنتيجة هذا القرار الصور أنه تأجيل أوقات الدوام أو تغيير أوقات الدوام راح يمتد الازدحام، يبدأ من الساعة السابعة ولحين الساعة العاشرة والإحداعش حتى يعني هذا هم مو علاج. هاي القرارات يضاف إلها قرارات أخرى، منها تغيير ورفع بعض السيطرات القريبة من أماكن الازدحام، تفعيل النقل النهري ما عندنا بحر بغداد، تحوير هندسي لبعض التقاطعات والجزرات الوسطية وتوسعة بعض الشوارع، معالجة التخسفات والمطبات. يعني هي هاي خطة متفائلة، هل لازم أتفائل وياها وأتناغم لو أرجع بعد شهر أنا أقولهم ليش ما سويتوها؟ يقول لك فلوس ما عندنا. مجلس بغداد تبنينا موضوع النقل النهري مع وزارة النقل ووضعنا خطة كاملة وخارطة لمحطات النقل النهري، لكن أيضا فوجئنا وصدمنا بقرار إيقاف هذا المشروع طبعا اللي هي بالأساس أيضا صدرت من السفارة الأمريكية باعتبار الخط النهري أو النقل النهري راح يعبر أو راح يمر بقرب من السفارة الأمريكية اللي هي موازية لنهر دجلة. هذه أيضا المشروع تم إيقافه بشكل كامل. اليوم إحنا مجلس بغداد والمحافظة نتبنى مشروع قطار بغداد المعلق اللي هي مماثلة. تنتظرون تخصيصات إلى موازنة عام 2019. اكتملت الأمور الفنية وتم المصادقة على الخرائط بشكل كامل، وهناك مؤتمر قد عقد في فندق بابل هنا في بغداد بحضور ورعاية رئيس الوزراء. توافقني الرأي أنه كل ما يجري بعيدا عن توسعة الطرق وبناء جسور وإيجاد طرق جديدة وصيانة الطرق الداخلية والطرق الحولية حول بغداد، هذه الطرق المهدمة وما يتعلق بمترو وما يتعلق بقطار معلق، ما عدا ذلك هي إجراءات ترقيعية لا أكثر ولا أقل. أكيد 100%. هذه الإجراءات مع ذلك هذه الإجراءات الترقيعية مجلس بغداد يمكن أن تخفف. لا لا، هل يتوقع أن تتم الحديث عن أنه نحور فلان فلكي ونقلل فلان جزرة وسطية ونوسع فلان جزرة؟ ممكن يعني ممكن تطبيقها؟ عندنا أكو فلوس لتطبيقها؟ منذ 2003 لغاية الآن لم يتم فتح شوارع، يعني إنشاء شوارع جديدة أو خطوط سريعة في داخل بغداد، وحتى يعني مثلا المجسرات اللي هي يعني تقضي على الازدحامات والاختناقات المرور في التقاطعات
في بعض التقاطعات في بغداد. يعني هناك مثلا لو نلاحظ في مدينة أربيل تم إلغاء كافة التقاطعات أو أغلب التقاطعات اللي هي الإشارة المرورية، وأصبحت هناك أنفاق وجسور حتى المركبات تمشي بانسيابية. إحنا هذه المشاريع الحقيقة يعني يجب أن الإشارات المرورية يعني هذه واجب وزارة الإسكان. الإشارات المرورية عندنا واقفة ما أعرف هل بالخطة الجديدة حيفعلوها أم لا. من ضمن الأسباب للاختناقات المرورية هو عدم التزام بالإشارات المرورية وقوانين المرور العامة. هذا واجب وزارة الإسكان ومديرية الطرق والجسور اللي ما حد يذكرها في أي قناة وفي أي برنامج، وهي منسية بالكامل. أنت اليوم تطلع إلى المحافظات الشمالية، شوف طريق بغداد كركوك كيف حالها. يعني هو نعم سايدين، ولكن يعني مسافة 60% من الطريق هو سايد واحد. هذه مديرية الطرق والجسور هذا شأنها ويخصها، وهي المعنية حتى بترميم وإدامة الأنفاق والجسور حتى في داخل المدن. خليني شكرك، كان الوقت خلص عندي، أرجو المعذرة. سيد أركان البياتي عضو مجلس محافظة بغداد، شكرا لحضورك. شكرا جزيلا. شكرا. أنا كردي عربي، بندقيتي في يدي، أحمي هذا وطني من شرور المعتدي. وقت التجنيد الإلزامي لا أحد يوقف قدامي، لكن طلبي مو طماع، بس تنطوني شبر بقاع. لا رايد أبني لعمارة ولا أستثمر قاع بمول، ولا رايد ملعب للطوبة، منا قول ومنا قول. أمنح دمي وكلش عادي، وما أخبص بالدفن أولادي. رايد شبر بقاع أجدادي، يمسي لحدا باستشهادي. تحية طيبة، أنا محدثكم علي عماد، ومن معد البرنامج حسين سعدون. إلى اللقاء.